عن ثابت بن الضحاك قال: نادر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. ولو قال قائل: جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يصلي في البيع وهي متعبد النصارى إلا أن تكون بيعا فيها تصاوير، فكيف نوفق بين هذا وهذا؟ فالجواب عن هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما صلى في هذا المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا شامل. ولأن عبادة الصلاة وهي الصلاة الشرعية صلاة المسلمين لا تشابه صلاة النصارى واليهود، ومن ثم فإنه لو صلى في هذه الكنيسة أو هذه البيعة فإن عبادته مفترقة عن عبادتهم، بينما النحر أو الذبح هو واحد في الهيئة والصفة، ومن ثم حصل الافتراق. وعلى كل حال لا يدخل علينا داخل فيقول: لماذا صلى بعض الصحابة في الكنائس؟ فالجواب كما أسلفت أن العبادة مفترقة عن عبادتهم، بينما عبادة النحر والذبح هي في الهيئة والصفة واحدة.